هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مايا، ورجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده عن طريق تحويل ملف PDF لصور بصيغه JPG او PNG باستخدام تطبيق سهل جدا. فيلا بينا نبتدي. هو ده التطبيق اللي انا بقول لكم عليه. انا هسيب لكم رابط التطبيق تحت في اول تعليق، التعليق المثبت. هتضغطوا على الرابط، هتحملوا التطبيق. بعد كده بتفتحوا التطبيق. لو ظهر لكم اعلان كده بتضغطوا هنا عشان تقفلوا الاعلان. بعد كده بتضغطوا هنا عشان تختاروا الصور اللي انتوا عايزينها JPG ولا PNG. انا بختار JPG. بعد كده بضغط على السهم. بعد كده بتضغطوا هنا عشان تختاروا ملف PDF. زي ما انتوا شايفين كده، ده ملف PDF، هضغط عليه. بعد كده بضغط هنا، وهنا بتكتبوا اسم الملف اللي انتوا عايزينه، اي اسم، وبعد كده بتضغطوا هنا. وزي ما انتم شايفين كده دلوقتي بيتم التحويل، مش هياخد وقت خالص. خلاص كده زي ما انتم شايفين تم التحويل. بتضغطوا هنا عشان تقفلوا الاعلان. ودلوقتي هروح معاكم الاستوديو عشان نشوف الصور موجودة ولا لا. وزي ما انتم شايفين كده الملف اتحول لصور والصور اتحفظت في الاستوديو. هفتح معاكم الصور. دول 63 صورة زي ما شايفين كده. الطريقة سهلة وبسيطة جدا. بس كده الفيديو خلص يا حلوين. يا ريت لو عجبكم الفيديو تدعموني بالاشتراك في القناة، وتعملوا لايك للفيديو ده، وتعملوا شير كتير، وكمان تفعلوا الجرس عشان لما انزل فيديو جديد يوصل لكم اشعار. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.